أعلن محامي دييغو أرماندو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية وغادر مارادونا الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 المستشفى في الحادي عشر من نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي في المخ بقي على أثرها في المستشفى لفترة أطول من المتوقع